بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ بأبيات في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ما دام في فرة نرجع لأمير المؤمنين بعد شوي. الأبيات كتبناها في كربلاء في إحدى السفرات، فنسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا جميعا للعودة إلى تلك الديار في أقرب فرصة مغفور الذنوب. فنجمع هذه كل هذه الأبعاد الطيبة، النبي الأكرم، ولادة ذكرى ولاة أمير المؤمنين، وفي جوار الإمام الحسين عليه السلام. فنبدأ بهذه الأبيات وأقول: وقف البيان وجفت الأقلام، فعلى البلاغة في النبي سلام، حقا لمثلك يا محمد تنطفي همم اللسان ويخرس الإلهام، والدهر كم خذلت به أحلامه كي يحتويك وخابت الأحلام، لا حد لا كم ولا كيف على أذيال شأنك يستحال كلام، تحشي الفضاء من الضياء ومن تشعشع كبريائك تستحي الأجرام، من أي زاوية أهم مفصلا وإذا نظرت فكل ما بك هام، أدري وتدري أن مثلك لم تكن تدري بكنه جلاله الأرحام، أدري وتدري أن مثلك لم تكن تدري بكنه جلاله الأرحام، من عهد آدم والجمال يشكل الإنسان فيك وربك الرسام، حتى امتلأت من الخصال ومنك لم تدنو بطور رقيك الآثام، فحزمت من عرش الرحيم حقائب العليا وجئت يحفك الإسلام، حتى تمخضت السماء بجنة وولدت كلك رحمة وسلام. طه محمد أحمد المختار مولى العالمين، سلام من شيعة حملوك بين ضلوعهم، والدهر سيف والعباد سهام، وأتوا لواذا قبر صبطك والهدى جمر عتيق سيدي وضرام، واليوم ذكراك العظيمة والمنى كل المنى لو تضحك الأيام، ونراك في جسد المؤمل ثائرا وعلى يمينك يصهل الصمصام، والثار يلهب بالعراق على المدى وعلى ندائك تستجيب الشام، فالأرض غاصت في الظلام ولم يعد للدين وسط دروبها أقدام، أين رمينا الطرف كانت ظلمة، أين مشينا يركض الإجرام، من دونكم لا نستظل برحمة والجور لم يظفر به الإعدام، كل الجهات بنادق أموية وعلى الكراسي جلها صدام، فإلى متى نمسي ونصبح والأسى بدء الحكاية والشهيد ختام، والليل يخنق والنهار يغيب الأحرار والغد أسود وقتام.
نشوف من وين نعيد. فالأرض واصت في الظلام ولم يعد للدين وسط دروبها أقدام. أين رمينا الطرف كانت ظلمة، أين مشينا يركض الإجرام. من دونكم لا نستظل برحمة، والجور لم يظفر به الإجرام، والجور لم يظفر به الإعدام. كل الجهات بنادق أموية، وعلى الكراسي جلها صدام. فإلى متى نمسي ونصبح والأسى بدء الحكاية والشهيد ختام. والليل يخنق والنهار يغيب الأحرار، والغد أسود وقتام. من كربلاء إليك نشكو أمرنا وجراحنا يا سيدي أكوام. من كربلاء إليك نشكو أمرنا وجراحنا يا سيدي أكوام. والصلاة على محمد وآل محمد. شكرا لشاعرنا الأستاذ محمد اليوسف، ونعود للنهل من زاد علي من ألقابه عليه السلام: يعسوب الدين ويعسوب المؤمنين. قال الشارح المعتزلي: هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظين مختلفين، تارة أنت يعسوب الدين، وتارة أنت يعسوب المؤمنين، والكل راجع إلى معنى واحد، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعله عليه السلام رئيس المؤمنين، والكل راجع كأنه صلى الله عليه وآله جعله عليه السلام رئيس المؤمنين وسيدهم، أو جعل الدين يتبعه ويقف أثره حيث سلك كما يتبع النحل اليعسوب. شاعرنا الأستاذ محمد اليوسف، في أبيات قصيدتك كان الانشداد واضحا جدا. ما هو سر هذا الانشداد بعلي عليه السلام؟ الله، أعتقد نحن نحول السؤال للجمهور، فكلهم عشاق لأمير المؤمنين عليه السلام. طبعا باين الليلة كل الشعراء دبلوماسيين، فهنيئا لهم بهذه الدبلوماسية، ونتمنى من تبقى من أحبتنا الشعراء أن يجهز شيئا يعرفنا حقيقة حبه في علي، بعيدا عن كل الدبلوماسيات. يستحق الجمهور أن يعرف كيف نبت هذا الحب، حب علي وأهل بيته عليهم السلام. ما زال سؤال لي يعني؟ ليتعلموا كيف أصبحتم بهذه القامة الشامخة يغلفكم هذا الحب العظيم وهذه النعمة الكبيرة. شاعرنا السيد حسن، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.